الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، رفيقي العزيز وصديق عمري أحمد إبراهيم. نودعك اليوم في هذه اللحظة الأليمة بقلوب دامعة وعيون باكية، مشاطرين الألم والحزن، زوجتك ورفيقة دربك الأستاذ المناضل ليلي إبراهيم كشوف، وابنتيك الكريمتين سيرين وميا، وكافة أفراد عائلتك الذين أحبوك وشدوا أذرك عند الصعاب. نودع فيك أخا عزيزا علينا وصديقا وفيا ومثقفا بارزا وجامعيا متميزا من الطراز نودع فيك أخا عزيزا علينا وصديقا وفيا ومثقفا بارزا وجامعيا متميزا من الطراز الرفيع، ومناضلا صلبا ومتفتحا يكره الانغلاق على الذات، لا يعرف الخوف والكلل في الدفاع عن الحق وعن القضايا العادلة في تونس وفي العالم، لا يخشى لومة لائم في قول كلمة الحق ولو كان مرا. عرفت الفقيد العزيز منذ الستينات ومنذ خراته في الحزب الشيوعي التونسي المحظور وانخراطه في الحركة الطلابية، وكان من أبرز قاداتها في المؤتمر قرب سنة 71 مدافع عن استقلالية الاتحاد العام لطلبة تونس. كما عرفته مسؤولا نقابيا وطنيا في نقابة التعليم العالي والبحث العلمي في الثمانينات، بعد أن خذنا تلك المعركة الضارية من أجل استقلالية العمل النقابي واستقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل، دفاعا عن قياداته الشرعية وتضامنا مع المساجين النقابيين وعائلاتهم. عرفته كذلك مدافعا جريئا عن الحريات العامة والفردية وعن الديمقراطية والتعددية، بعد رفع الحظر عن الحزب الشيوعي التونسي لما كنا نخوض معا الملاحم الانتخابية، لا سلاح لنا في ذلك سواء الرصيد النضالي الطويل لمن سبقونا من أجيال المناظرين الشيوعيين والتقدميين الذين لم ينصفهم التاريخ الرسمي رغم مشاركتهم الفعالة في تحرير البلاد والعباد. عرفته مبدعا للأفكار السياسية الجديدة من أجل توسيع رقعة الديمقراطية والتعددية وتوسيع فضاء الحرية، الذي أدى في نهاية المطاف إلى وضع حد لنظام الاستبداد. خلي صلوا عليه قبل يا ربي، نعود بس لحظة. اي يرحم الله، صلي عليه يرحم والديكم. خلي صلوا عليه. تفضل خويا تفضل.